قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. المدن يجتاز العملية الجراحية وهذا موعد عودته. كشف موقع خاص أن العملية الجراحية التي أجراها سفيان المدن لاعب فريق الوداد الرياضي كللت بالنجاح، وأكد نفس المصدر أن الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية لسفيان المدن قام بوضعه تحت المراقبة الطبية ليتم بعد ذلك مباشرة عملية تأهيل لمدة قد تصل لعشر أيام، وسيعود المدن إلى مدينة الدار البيضاء من أجل إكمال عملية الترويض قبل استئناف التدريب مع الفريق الأحمر من أجل العودة للميادين. الجدير بالذكر أن سفيان المدن قد أصيب أثناء التحضيرات للموسم الحالي مع فريق الوداد الرياضي في مدينة مراكش خلال مباراة ودية أقامها النادي ضد أولمبيك أسفي وفاز بها بثلاث أهداف دون رد. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.